شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين إطلاق جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ خلال حفل أقيم في بيت الحكمة بالشارقة. في خطوة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، شهدت دولة الإمارات إطلاق جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وذلك في إطار توجهات الدولة لحفظ حقوق المؤلف والناشر وحرصها على سن القوانين والتشريعات التي توثق وتحمي المصنفات والمطبوعات وتحفظ حقوق أصحابها وناشريها. مساء الخير جميعاً، وأهلاً وسهلاً بكم في الشارقة. سعيدة جداً بأن نجتمع اليوم للاحتفال بقصة نجاح ملهمة، وهي قصة رحلة تأسيس جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ. كنا جميعاً نؤمن بأهمية تأسيسها وبقدرتها على المساهمة بإيجابية في تطوير اقتصاد المعرفة وتعزيز تنافسية الصناعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم نحن فخورون حقاً بهذا الإنجاز الذي يعتبر الأول في المنطقة، ويرسخ مكانة ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في تحفيز وتشجيع الصناعات الإبداعية كركيزة مهمة في الاقتصادات الحديثة. الجمعية أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وهي الرئيسة الفخرية لها، بينما جاء ذلك خلال حفل أقيم في بيت الحكمة بالشارقة بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وعدد من المديرين والمسؤولين في القطاعات المعنية نظراً لأهمية هذه الجمعية في قطاع النشر. الاقتصاد الإبداعي والثقافي اقتصاد جزء لا يتجزأ من اقتصاد دولة الإمارات، ونرى اليوم نحن بعد جائحة كوفيد-19 في تنويع الاقتصاد أن تركيز الاقتصادات المستقبل والإبداعية والثقافية، واليوم هي هذا دور كبير ورئيسي في دولة الإمارات. تسهم الجمعية في ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حماية حقوق المؤلف والناشر، وستسعى أيضا إلى تنظيم عملية نسخ الكتب سواء في الجامعات أم في مراكز النسخ بشكل عام. وستعمل الجمعية بالتعاون مع وزارات مثل وزارة الاقتصاد، وزارة التربية والتعليم، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، من حيث عقد اتفاقيات لوضع معايير وشروط لنسخ الكتب في دولة الإمارات، وستسهم بالتالي إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها مثل الناشرون والمؤلفون. إطلاق هذه الجمعية، الجمعية الأولى والرائدة في المنطقة لإدارة حقوق النسخ، والتي تجمع ما بين حماية حقوق المؤلفين وحقوق المبدعين وكذلك المستخدمين لهذه الحقوق سواء من الجامعات والمدارس والمكتبات العامة. هذه الجمعية الرائدة لها أهداف سامية، اللي هي حماية الإبداع البشري، حماية المعرفة البشرية فيما يتعلق بنقل المعرفة. حفل الإطلاق شهد أيضاً الإعلان عن الهوية الرسمية للجمعية، بالإضافة إلى استعراض فيديو تضمن شهادات حية من عدد من شركائها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو، والاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق النسخ إيفرو، حول مسيرة تأسيس الجمعية. وختاماً كرمت الشيخة بدور القاسم الشركاء الاستراتيجيين إلى جانب القائمين على تأسيس جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ. إذن هذه الجمعية هي الأولى من نوعها في الإمارات والعالم العربي، وإطلاقها من شأنه تعزيز جهود حماية الملكية الفكرية. لإخبار الدار، لمياء المازمي من بيت الحكمة بالشارقة.